طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله، حاليا بتكلم من داخل جامعة الزعيم الأزهري، الحتة اللي بشتغل فيها. قبل يومين بالضبط، قبل يومين بدينا مجموعة في الفيسبوك، وقلنا المجموعة دي تختص بإقامة حزب التعليم السوداني. نحن نعمل حزب قضاياه ومحاوره، رسالته أهدافه ورؤيته كلها بتتمحور حول التعليم في السودان. في يومين بالضبط في قريب 400 نفر دخلوا من داخل وخارج السودان عشان يكونوا أعضاء في الحزب الجديد. حزبنا نحن محتاجين 500 شخص عشان نسجله في كحزب سياسي رسمي. 500 شخص محتاجين لمبلغ بتاع 5 مليون، يعني بواقع 10 جنيه لكل شخص، ومحتاجين لأنه نكتب دستور. الدستور ده هنكتبه مع بعض داخل الجروب نفسه في الفيسبوك. أنا صراحة يعني مذهول وسعيد غاية في السعادة للروح الإيجابية والطاقة الإيجابية الموجودة عند الناس الموجودين داخل الجروب نفسه. أقرأ جزء بسيط جدا من مداخلة لمازن هلال كتبها. المداخلة دي بتلخص كثير جدا من الفكرة، جوهر الفكرة بتاعت الحزب المقترح، حزب التعليم السوداني. قال: على مر تاريخ الحركات السياسية في العالم نادرا ما نجد حزب يحمل اسم التعليم. نجد حزب العمال والجماهير والجمهور والحرية والعدالة والأمة والاتحاد والاشتراكي، لم نجد اسما مماثلا قد يكون موجود في دولة، لكنه نادر. هذا دليل أن الشعب السوداني شعب واعي، وأن تيار الشباب القادم بقوة بأفكار إيجابية وابتكارات يتطلع للتغيير. وأعتقد إذا فشلت الثورة في السودان فإن مثل هذه الأحزاب هي التي ستصنع التغيير، لأن التعليم هو حضارة الشعوب. دي جزء بسيط جدا من مداخلة، وأعتقد بتلخص كثير جدا من الحياة دار نعملها من أجل الوطن، من أجل السودان. شكرا جزيلا. نواف.